بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. السقف اللي تشوفونه الآن الحقيقة عملت على عدة مراحل وفترات طويلة، فما استطعت إني أصور شغلة كامل يعني. فالسقف طبعا خشب ودعمته بعوارض حديد وعملت له ألواح خشب، وبعدين عزلتها من السطح وركبت ايضا عوازل الحراريه في السقف من الداخل، ورفعتها على شبك يعني لصقتها في الخشب، وحطيت عليها القماش هذا على اساس اني كنت متوقع اني ما راح انتهي من السقف المستعار الا بعد فتره طويله، فغطيتها بالقماش هذا على اساس انها ما تمسك الاتربه وكذا. وكان جازت لي عمليه القماش الاسود هذا، فقلت خليني اجرب حاجه مشابهه وقريبه منه، فاستخدمت هذا المنتج اللي يستخدم في الزراعة على أساس إنها ينحط تحت التربة ما تتسرب مع السقاية وكذا، موجود في ساكو، واستخدمت قيمة 29 ريال اللفة، في مقاسها 90 سنتي في 15 متر تقريبا، كفتني لفتين للسقف. طبعا جميل شكلها، نوعية القماش حلو وفي شوية لمعة كذا بسيطة، لكن مشكلتها إنه ضعيف يعني ما تقدر تشده كثير وما تقدر ينقطع. لكن بتشوفون العمل كيف يعني، عملته في أقصى طاقة له في الشد، وبعدين عملت له طبعا بعد ما سويت فريم داخلي الخشب اللي عملت الطرفين هذولا، أبى أشوف أجرب القماش، طلع يعني مقبول يعني ممكن يؤدي الغرض. و بعدين جبت القماش، وبحكم ان الواحد يشتغل مفرده وكذا فله حكم العمل بطريقه مختلفه يعني عن اذا كان في مساعده وكذا. طبعا استخدمت الدباسه العاديه في تثبيت الطرفين، وبعدين قلت لازم استخدم الغراء على اساس انه ما يكون الشد مقطع يعني على التدبيس. استخدمت الغراء العادي اللي يستخدم للموكيت هذا، ولا لصقته فيه على ثبتته على عوارض الخشب اللي بحطها، وبعدين رفعته، وبتشوفون طريقة الرفع، حطيت شبكة خشبة من هنا وبعدين رفعتها من الطرف، وبالطرف الثاني ثبتته. وفي المقطع راح تشوفون بعد ما ركبت الخشب العوارض الخارجية هذه، علقت السقف تعليق بنظام تعليق بسيط يعني بتشوفونه إن شاء الله، علقته في الخشبة اللي فوق اللي فيها الإضاءة على أساس إن الخشب ينحني إذا كان ضعيف ما هو سميك. فعملت حساب إنه أعلقه تعليق في السقف على أساس إنه يجلس بمستوى واحد. العملية كانت تجربة، إن شاء الله أنها تكون ناجحة، وأتمنى أن يخدم يعني، لأنه سهل تنظيفه حتى يعني لما تبغى تنظفه وكذا، ممكن حتى المكنسة أو الجهاز الهواء هذا يشيل أي أتربة عليه، ولا قدر الله يعني صار في تسريب موية ولا شيء يتحمل يعني، ما عندك مشكلة، ما يصير في عفن، ما يصير في أي إشكال. وأتوقع أنه إن شاء الله يكون يعني تجربة ناجحة وغير مكلفة، تقريبا ما تجاوزت كلها شغلة على بعضها 200 ريال، قيمته هو 30 ريال اللفة، واستخدمت لفتين، الأخشاب كلها ما تجاوزت 120 اللي استخدمتها. أتمنى أنه يكون مقطع مفيد، وأشكركم على المشاهدة، وأشكركم على الاشتراك في القناة ودعم القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.